السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندخل النهاردة سوق السمك لأنني سأشتري سمك، فتعالوا معايا كده بقى ايه لفة سريعة نعرف الأسعار. بقالنا دي شهر وزيادة ما عرفناش أسعار السمك اليومين دول. نشوف بقى بعد عيد الإخوة المسيحيين السمك غلي ولا رخص ولا ايه. يلا بينا. ادي ايه عنبر واحد من أوله. يلا بينا نشوف اللي يرضى يصور نصور معايا واللي ما يرضاش ينور. السلام عليكم. شكرا يا باشا. صار السمك ايه النهارده؟ السلام عليكم. ينفع اصور؟ تحب تطلع؟ ماشي. المرجان بكام؟ المرجان ده ب 100 بس. بس ما شاء الله طازه. مية؟ وسعره كده حلو؟ هدي؟ كده حلو، كان ب 130. طب هو قبل عيد الاخوة المسيحيين كانت الاسعار عالية؟ دلوقتي هدي؟ هدي شوية. ده كده ب 100. بصوا يا جماعة. ما شاء الله. والله العظيم جامد. مرجان ده مقلي بس. ده سردين بلدي؟ لا وبتشوي كمان. ده بكام؟ ده ب 140. مالها غليت ليه؟ لا لا دي غالية. محمد ده 140. السردين ده انت مش هتلاقي زيه في العالم. ده 140 جنيه. بمريض مصر على باب السردين ده. بس جامد. 140 جنيه؟ واخده كام يا عم؟ مش 40؟ 150 قلت لك. مش 40؟ ماشي. مالك زي الفل. زي ما احنا شايفين الاسعار دلوقتي، هنشوف بقى انواع تانية واسعار تانية. يلا بينا نشوف مكان تاني واسعار تانية. زي ما شايفين الاسماك اهي كتير اهي. ايه هو السمك؟ مكرونة. مكرونة بني. جمبري ده ايه؟ بلد. صغير شوية؟ هو عامل كده. اخر كام؟ 250. والاكبر؟ في بقى جامبو. فين الجامبو بكام؟ تعالى وريني. لو وريني الجامبو. دي صوابع كابوريا؟ توريني بكام دي؟ وفي شربة سفوق برضه. بكام؟ دي 3 ب 100. 3 ب 100. 30 جنيه. يعني 30 جنيه الواحد صوابع كابوريا. والجامبو؟ 350. ب 450 جنيه. ما شاء الله. بصوا قد كف الايد. مكرونه دي بكام؟ ب 100. طب ممكن اصور؟ صور بس. مكرونه تحت. اصبر. طيب اصبر. انا كابوريا ولادك الفوزي. الفوزي وده الوزي. فوزي ولوزي ولوزي. على عظم الله. جمبري يا جماعة. هو بيتكلم على الجمبري. فستق فعلا والله تحفة. جمبو الأميرة دي على التيك توك خاربة الدنيا. كله رزق البنات. اللهم امين. انا وانت المسلمين جماعة. ما تصورش عند اي حد. تيجي من ده هنا هنا بنصور هنا طبعا. عشان احسن هنا من السوق كله الحلويات. جمبري الجامد ده بكام؟ ده بكام يا باشا؟ ده 320. ده 320؟120. والشامبو ده برضو نفس السعر؟ كام؟ 450. والبلح البحر ده؟ ده الجندوفل نضيف. جندوفل كام؟ ده نضيف. في شبكة زيها ب 10 جنيه بس دي ب 70 جنيه. ليه بقى ب 70؟ عشان بيحب مصر. بيحب مصر. طب ماشي. دي بكام البولي؟ البولي ب 150. طب اصور البولي بقى كام؟ البولي ده ب 150. ما شاء الله تقريبا كيلو اتنين. التعابين بكام؟ التعابين دي بتلعب حية. كام؟ 420. التعابين ب 420. كابوريا؟ كابوريا ب 200.
كابوريا بنتي. والابيض ده اسمه ايه؟ بنسى اسمه. سبيت 320 ده. سبيت 320 بصوا. صور ما اعرفش اذا كانت غاليه ولا لسه. شكرا يا باشا. السلام عليكم. المكرونه الرفيعه بكام؟ الورد لازم ابيعها ب 60 جنيه. ممكن اصورها؟ اصورها لك؟ خلي بالك عشان في مكرونه خليج في السوق. اه دي ايه بقى؟ بلدي؟ اقسم بالله سويسي. سويسي؟ اه والله. بوري بكام؟ بوري؟ قصدي ده. زيدان؟ مرجان يا ستة مشروب ب 70 جنيه. يلا. مرجان ب 70. والبوري؟ انت بتعملي ايه؟ تصور. ما انا بقول لك. والبوري يا ستي دي جباره. دي جباره. 90 جنيه. 90؟ وتيجي كبارة برضو؟ لا ده مبطرة، كله مبطرة. كبارة مبطرة؟ اه. بس السمك عندك حلو والله. السردين دي بكام؟ دي تونة دي. تونة قصدي بكام؟ 50 جنيه. يلا بضحك. ما تمسكها كده صورك دي. عيني. عيني يا حماتي يا غالي. تعالي لي يا حماتي هنا. تعالي لي. بعيد عن الست دي. اصحى للعوم. اصحى. ده انا قصدي. الكيلو فيها ب 50 جنيه. 50 جنيه يا بطل. تعالى بس بعيد عن المدام دي. بعيد عن ايه؟ مع الحاجة. عليا ليك. بقول لك خش على الجزارة تاكل وتحتار. اه. ما شاء الله. بصوا دي تونة الكيلو ب 50 جنيه. عايزة اصورك انا. حاجة بالله عليك وش القمر ده ما تصورش. لا معلش برضه الهزار ده ما ينفعش حاجات كده ما ينفعش انزلها على النت برضه. لا 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 انت قلت بريد. الله يرزقك وتهيئ. اللهم امين يا رب. عندي ايه؟ شوار بلدي. عندي شوار بلد اهو ب 20 جنيه. بص بقى الدخل بقى هقعد اسيبه جنبي. بسم الله عليك. انا اللي عايزه اريح. شوار بلدي ب 20. ده شبار بلدي. استني بقى عشان ده ايه ما شاء الله. شبار بلدي ب 20. ده ب 20 جنيه. ده كابوريا كويت. عشان اصور. ده شبار يا جماعه بلدي يعني بط صغير بلدي من النيل صح؟ بصوا ده ب 20 جنيه. وكابوريا يا باشا. كابوريا كويت ب 60 جنيه. كابوريا سويس ب 60 جنيه. مكرونه فوق السويس ب 50 جنيه. مكرونه كمان ما شاء الله. كاري مريم 150 جنيه. احسب لك ليكي انت 120. والجندفلي ام 50 ب 20. والتعابين ام 150 احسب لك 80. تعابين ب 80. تعالى يا باشا. اسعار هنا متعوده. عند عنبر ايه بقى؟ عنبر واحد. ده حلو. الحاج عبد الطيب. وعندي الدنيس دوت. الدنيس ده ب 170 احسب لك 100 جنيه. والدراك اهوت ب 250 120. والمرجان دوت ب 120 80 جنيه. اه. مكرونه مغازل. مغازل دي. ب 150 احسب لك 70. 150 ليه بقى؟ ليه النص بالنص ده؟ عشان دي مغازل جايه من اسكندريه. انت بتنزل الاسعار كده عايز. نعم. ربنا يرزقك يا رب. اقسم بالله دي اسعار. دي اسعار انا. اه. وعندي شعور هو ب 120 جنيه احسب لك 80 جنيه. شعور؟ ده بيتقال عليه شعور ناحيتك. وعندي بركي اسمر اهو بتاع المطريه الاهليه. اه. ب 40 جنيه في اي حته. 35 ببيعه. اللي هو بتاع النيل؟ بتاع النيل بحر واحد. ما عندكش منه كبير؟ نعم. هجيب لك الكبير بتاعه اهو. وعندي الجندوفلي ديت بتتباع ب 50 ب 20. واهو الاسمر اهو مش عند اي سماك. سمك بالصلاه على النبي ب
35 بس. و30 عشان وشي في السنة. ما شاء الله. وعندي منتج تاني اهوت ب70 جنيه. ده منتج وصل. قولي العنوان بقى عشان الناس تفتكر العنوان. ده. العنوان ايه؟ العبور. عنبر واحد. عنبر واحد. وعندي منتج تاني اهوت ب50 جنيه. عندي بحر سمك بالصلاة على النبي. وعندي الكريماري ديت ب120. الكريماري ب100. جمبري هو الدوت ب70. ده جمبري بتاع الرز. صغير ده. وعندي جمبري تاني اهو. ده الشباب. دوت 100 جنيه. جمبري. عرفتوا الاسعار يا جماعه؟ هنا متهاود قوي واسعاره حلوه. بصوا الشبار ده اللي حلو، بصوا الطازه يا جماعه. بصوا الشبار دوت بيتباع في اي حته ب 20 جنيه. سمك اخضر ده. ده بتاع القناطر. ايوه. ب 15 جنيه. ما شاء الله. تعالى يا باشا بولت وكابولت.